أعلن مجلس الوزراء أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس جاءت نتيجة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق. وأوضح المجلس أن زيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.